انا الحمد لله انا قلت كل حاجه، قلت لكم ان الشوط الثاني هنبقى افضل وادينا وهنكسب، وادينا بقينا افضل وكسبنا ليه؟ لان كان مغير سبعه يا جماعه. وبعدين احنا مش قلنا في بدايه المباراه ان المباراه دي ثلاثه بونت، ثلاثه بونت ومش عايزين نلعب فيها؟ لا، انت المباراه دي انت بتكسب فيها كتير. انا مش المكسب يا كابتن انك انت خدت الثلاثه بونت وبس، لا، في مكاسب كتير. اهو مصطفى شوبير مكسب كبير واحد، محمد اشرف مكسب كبير اتنين، ودي حاجه مهمه جدا، الباك ليفت مكسب كبير، ولد صغير بيلعب وبيكسب وبيشتغل، وعلي معلول نجم كبير الاول، وعلي معلول بيريح، لعب لعيب قد مكانه، فده مكسب لينا. مصطفى شوبير، محمد الشناوي جون كبير، وبعدين علي لطفي جون كبير، اتعوروا الاثنين، ومصطفى خد قد الماتش 13 نظام الشباك. خالد لعيب كويس، أدى واشتغل كويس، اللي هو الباك رايت، صفقة يعني صفقة جيدة. أي. احنا بنتكلم على مكاسب كتير قوي احنا بنتكلم فيها وفرحانين بيهم، يعني صح، يعني طول ما انت بتكسب، طول ما انت ماشي كويس واستراتيجيتك كويسة، وانت الراجل بيشتغل على كام مرحلة وكام بطولة وكام مباراة صعبة، وعندنا حاجات كتير صعبة جدا بالأمانة. يعني احنا شوف، بغض النظر عن اي حاجه، انت بتتكلم على انك انت وانت نادي بتلعب بطوله واحده، وانت نادي بتلعب ماتش وبعدين بتريح 10 ايام وبتحضر 10 ايام للماتش اللي بعده. ده انت راجل بتلعب ماتش النهارده في بطوله بطريقه لعب، بتروح تسافر تلعب ماتش تاني في بطوله اخرى بطريقه لعب اخرى بلعيبه اخرى، يعني غايب عنك فرقه، غايب عنك فرقه كامله. يعني انت لما تيجي تتكلم على مثلا اي اداره في الدنيا في كره القدم، لما تيجي احنا نقول لهم وفروا لنا العدد الكبير من اللعيبه دي، انت كل لعيبتك اساسيه، كل لعيبتك لعيبه كبيره، واحنا عندنا لعيب قليل. ده حتى ناشئينك تمنهم غالي، يعني لو طلعوا بره تمنهم غالي. فانت بتتكلم انت عندك مجموعه كبيره من اللعيبه، سبعه النهارده، ثمانيه ولا تسعه بره الفرقه، وفي كمان الباقي السكور اللي هم بره الاحتياطي، لعيبه اساسيه برضو كانت احتياطي، واللعيبه اللي جوه الملعب. فانت انا سعدت بالفرقه انك انت، وكنت عندي ثقه فيهم. ليه؟ لان التجانس بتاع الفرقه اللي لعبت المباريات اللي فاتت كلها تلاقي في تجانس. انا عارف ان هي عشان عندنا طريقه لعب، عندنا طريقه لعب، فالتجانس ثاني تايم هيجي، وبقيت الافضل وبقيت الاحسن. انت رحت على الجون كم مره الشوط الثاني؟ كتير اكتر من الشوط الاولاني بمراحل، طبعا بكتير، علشان كان في مش اللخبطه بلوع اللخبطه. انت دلوقتي مثلا اديك مثال، ديانج كان بيلعب جنب مين في وسط الملعب؟ كان بيلعب مع حمدي فتحي ومروان عطيه، ورا كان بيلعب علي معلول، ورا الناحيه الثانيه كان بيلعب محمد هاني، وبعدين سيرد باك بيلعب معاه محمد عبد المنعم وياسر. في كل اللي انا قلت لك عليه ده مفيش الا ياسر اللي جنبه، فيبقى في ازاي يعني التجانس اللي هو 100%. هقول لك حاجه كمان يا كابتن ايمن، عندك مشكله، انت ما عندكش تدريب عشان تعمل التجانس ده. انت فيديو، شغل فيديو مع اللعيبه، يعني هو بيقول للعيبه انت هتلعب هنا. احيانا في لعيبه كتير ممكن تكون اتفاجئت ان هي هتلعب في النهارده المباراه، ولكن في اخر المطاف عاوزين نتكلم ونقول احنا في اخر 20 خطوه للحصد. انت في فترات محتاج التكاتف كل الناس طبعا، من اول اللاعبين الى الاداره الى الكيان الفني بتاع الفرقه، الى احنا كمان كناس ما جماهير، لا جمهورنا اولا، اصل جمهورنا هو رقم واحد طبعا. ما انت من النادي الاهلي من غير جمهور مش هيبقى النادي الاهلي، هو مبدا النادي الاهلي هو الجمهور رقم واحد. انت بتتكلم جمهورك في كل حته في العالم، صحيح، جمهورك ما بيرضاش انك تخسر. يعني النهارده لو لا قدر الله كان في تعادل، جمهورك يزعل منك. اللي هو عايز اقول لك ايه، ما بيخلكش تفقد الثقه، لكن بيزعل منك جدا انه يخسر اي مباراه او يتعادل معاك اي مباراه. لكن في الاخر عايز اقول لك مبروك، النهارده عندنا خدنا 3 بونت في صراع الدوري. يبقى احنا ماشيين بقالنا ماتشين الحمد لله، ناقص لنا ماتش ثالث وبعدين نقفل سيناريو الدوري ونروح لسيناريو افريقيا اللي هو عندنا في الوقت الحالي مهم ومهم جدا، لانه في صعوبه في قوه. انت بتتكلم في كل فرق الدوري في الوقت الحالي على النادي الاهلي
المباراه فيها صعوبه. يعني النهارده طلع الجيش مباراه صعبه جدا، انت كسبتها بقوه عشان مباراه صعبه. المباريات اللي جايه كلها كل الفرق، تلاقي اللي بينزل وتلاقي اللي عاوز ياخد مركز، وتلاقي اللي عايز يروح يلعب في بطوله افريقيا.